والكلمة للرفيق خالد نصير المريض. لي تسهل عليا مأمورية الدخول مباشرة إلى صلب القضايا. لا شك أن الرفيقات والرفاق الأعزاء أن الإشكال الذي لامسه رفيق أحمد زكي وخا 40 دقيقة، هذا الموضوع هذا 400 دقيقة ما كافياش، لأن نحن بصدد الحديث في قضايا جيل، قضايا عمر، قضايا تسمو إلى مستوى التاريخ، وبالتالي لا 4 ساعة ولا 20 ساعة ما غاديش تكفي. أنا كان يظهر لي بأنه على كل حال نحن كحزب نحمل هموم قضية فلسفية وإيديولوجية كبيرة وكبيرة جدا، ونحن جميعا متعطشون إلى فهم ما جرى، إلى فك رموز وطلاسيم هذا الموضوع. لم يلف يعني أعطينا الانطباع في مرحلة ما، هذه 20 عام، هذه 15 عام، هذه 10 سنين، بأننا تجاوزناه، ولكنه الموضوع لم يكن ميتا، كان نائما، ونعمل على أن يستيقظ من جديد من خلال طرح أسئلة تبدو أنها أسئلة ديال لا ميتافيزيك بوليتيك، يعني ما معنى أن تكون يساريا، ما معنى أن تكون تقدميا، ما معنى أن تكون اشتراكيا، ما معنى أن تكون شيوعيا بعد ربوع قرن من تحطم تجربة الاتحاد السوفيتي. وخا كنعطيو كنقولوا مع نفسنا بكل صدق بأننا لا نتحمل أدنى مسؤولية كحزب في تحطم تجربة الاتحاد السوفيتي على صخرة الواقع ومجموعة من الاعتبارات، ولكن مع ذلك نحن مساءلون، لأن يطرح علينا السؤال اللي طرحه رفيق بكري، السؤال اللي طرحه رفيق زكي، سؤال ديال أين نحن، ماذا هو منتظر منا، كيف نتعامل إيديولوجيا مع هذه مجموعة من القضايا، كيف نتعامل معها سياسيا، كيف نعمل على تجاوز البراغماتية المطلقة وفي نفس الوقت الدغمائية المطلقة. دو إيمانس ديفي، دو إيمانس دانجي نو غيت لو براغماتيزم اكسيسيف كي بو سي ترانسفورمي en intihazia, en opportunisme, et le dogmatisme excessif qui peut pousser vers l'ossification de la pensée. Tahajjur, qudrat tahliliya lada al-insan. Bain hadain al-khatarain, a'taqid anna wajib hizb taqaddum al-shirakiya yabdu fi al-amal ala العبور عبر محطات فكرية أساسية دون السقوط لا في فخ الدغمية ولا في فخ البراغماتية، لأن العالم، وهذا يبدو في العنوان بنفسه، العالم في مرحلة مخاض عميق لم يسبق له في التاريخ أن عاش مخاضا في هذا المستوى الذي يعيشه اليوم، وكذلك الأمر بالنسبة للمغرب. المغرب يمر من مرحلة انتقال تاريخي عويصة ومعقدة، وتستلزم من القوى الجدية، وأعتقد بأن في مقدمة حزب التقدم الاشتراكية، العمل على فهم خيوط العملية وخيوط هذه العملية التاريخية، والعمل على أن تطلع القوى السياسية الأساسية، قوى التغيير التقدمي، قوى التغيير التقدمي وفي مقدمة حزب التقدم الاشتراكية، أن تطلع بواجبها كي تكون مسيرة
لا مسيرة. الرهان هنا. Comment faire en sorte que nous guidions et que nous ne soyons pas guidés ? Ce n'est pas facile. هذا الانتقال يطرح إلزامية تقديم أجوبة سياسية عميقة تجمع بين الثابت والمتغير. هناك مجهود فكري كبير جدا لم نقم به بالقدر الكافي، لا نحن ولا زملاؤنا وإخواننا في اليسار المتعدد التعابير سواء في المغرب أو خارج المغرب، لم نقم بالعمل الفكري العميق الذي يسمح لنا بضبط مواقع الثابت ومواقع المتغير. طالما أننا نخلط بين الثابت والمتغير غنبقاو نخبطوا خبط عشواء، وبالتالي أنا ما كنقولش بأننا غادي نجيب الأجوبة اليوم، لكن يظهر لي الجواب لا يمكن إلا أن يكون جماعيا ليس فقط في هذه القاعة ولكن خارج حدود هذه القاعة في الفضاء المجتمعي ككل. الاشتراكية، اليسار هو أولا قيم، أولا قيم وليس أجوبة جاهزة أو لا لباس جاهز، با دي بريت ا بورتي، سي دي فالور. دابور التضامن، العدالة والعدالة الاجتماعية، الأخلاق، الحريات، هذه هي الأجوبة التقليدية، يمكن نقول الكلاسيكية المعروفة من زمان منذ ماركس، من قبل ماركس كاع. وأفضت إلى تخريجات تاريخية وسياسية متباينة، لأن ماركس لم يأتي بأجوبة جاهزة هو نفسه، يقوم بتحنيط الفكر الماركسي من يعتبر بأنه يكفي أن نرجع إلى لو كابيتال ولا ليديولوجيا الموند ونقراو ونلقاو واحد المجموعة ديال لي فراز توت فات اللي كتعطينا أجوبة. هذا اللي كيدير بحال هكا راه ما قشع والو. ماركس أعطى منهجية في التعامل مع الفعل المجتمعي بكل تجلياته، الاجتماعية الصرفة، الثقافية، الإيديولوجية، السياسية، الاقتصادية. وانطلاقا من ماركس جاءت مجموعة من الأجوبة حنطها من حنطها، كانت الجواب الروسي في شكل المقاربة ديال لينين مع الانحرافات ديال ستالين، وكان الجواب ديال الصين في شكل المقاربة ديال ماو تسي تونغ، وكان فرق كبير جدا في نفس الجذع المشترك، أن لينين ارتكز أساسا على الطبقة العاملة وماو تسي تونغ ارتكز أساسا على الفلاحين الفقراء. شي اللي كيبين بأنه ما كانش أجوبة جاهزة، وكان الجواب الفيتنامي ديال هوشيمين، وكان الجواب الكوبي ديال فيدال كاسترو إلى آخره. احنا حاولنا في المغرب نديروا جواب ديالنا، كان شويه ديال عجبنا راسنا شي شويه، يعني كيفاش نتوما المغاربه باغين نديروا جواب على الماركسيه؟ اييه باغين نديروا جواب على الماركسيه، وعلاش لا؟ غادي نرجع ليها من بعد. افضى هذا الى اننا اليوم في حاجه الى إعادة تحديد معالم الاشتراكية، لأن الاشتراكية بصدد إعادة الهيكلة وبصدد إعادة تحديد. Le socialisme est en cours de redéfinition. C'est pas simple. Cours de redéfinition. هنا يجب أن نقول بأن هذه الإشكالية غادي يكون من الغرور حتى وإن كان شوية سياسيين عجبنا رأسنا،
راه يكون من الغرور أن نقول بأن الجواب على سؤال كوني، سؤال عالمي كبير جدا، هو ما معنى الاشتراكية في القرن 21، أننا ندعي بأن سنقدم جوابا للعالم. حزب التقدم والاشتراكية بما يمتلك من طاقات راه قدم الجواب، لا راه ما غاديش نقدموا الجواب، غادي نقدموا بداية للتفكير الجماعي الذي يعني تحرك بكيفية عفوية هنا وهناك، ولكن مازال في حاجة إلى هذا العمل الذي يهمنا كيسار. غادي يكون من الغرور أن نقول بأن حزب التقدم والاشتراكية بوحده في اليسار، حتى وإن كانت هناك يسارات في الحقل السياسي المغربي، هناك عدد من الأحزاب تنتمي إلى اليسار لا يمكن أن ننازعها في انتمائها لليسار، حتى وإن اختلفت معنا أو اختلفنا معها، من حقنا ذلك، ومسألة طبيعية أن يكون هناك الاختلاف، لأن الأحزاب الأخرى، الاتحاد الشراكي، الحزب الطليعة، الشراكي الموحد، الحزب الاشتراكي، الحزب العمالي إلى آخره، كلهم رهم أمام نفس الإشكالية اللي احنا فيها، أنهم يتعذر عليهم تقديم أجوبة دقيقة، إلى درجة أننا جميعا أعطينا الانطباع بأن إما يكون هناك الاكتفاء ب proclamation de foi، إعلانات إيديولوجية ولكنها لا تسمن ولا تغني من جوع، أو أنه انزاب كمشيو النقاش السياسي ونتركوا النقاش الإيديولوجي والفلسفي جانبا، رغم في نفس الوضعية اللي بحلنا. احنا نقول بأننا ندعو الجميع إلى وقفة تأمل جماعي مشترك، لأن الموضوع يهم الجميع، أولا جميع قوى اليسار في المغرب وجميع قوى اليسار عبر العالم، راه نفس الإشكالات اللي كنعيشوها كيعيشوها حتى هما. هنا يمكن، هنا أنا كيظهر لي بأنه في كل الحالات نقاش جماعي من هذا النوع لا يمكنه أن يستغني عن تشريح تجربة الاتحاد السوفيتي، لأنها كانت تجربة ضخمة، كان لها وما كان ما عليها، ممكن شيء نختزل الموضوع ببساطة ونقول بأنها كانت كلها عيوب أو كانت كلها نجاحات، كانت عيوبا ونجاحات مزيان. On fera pas l'économie d'un examen sérieux, transparent, méthodique de l'expérience soviétique. On a qu'est-ce que ça a été fait ? On a qu'est-ce que ça a été fait ? On a qu'est-ce حزب التقدم والاشتراكية بعد انهيار التجربة السوفيتية والتجربة الاشتراكية البيروقراطية، لماذا كان من الأحزاب القليلة إلا من القليلة جدا التي لم تتراجع إلى الوراء بعد فشل تجربة الاتحاد السوفيتي؟ هذا سؤال كبير، حقنا أن نطرحه، هذا واقع، لا يمكن أن يقول لي أحد بأن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 89 90 91 راه حزب التقدم والاشتراكية سرجع إلى الوراء، جميع المحطات السياسية التي أتت بعد ذلك حزبنا تقدم، حتى وإن لم يتقدم بالقدر الذي نحلم به ونؤمن به ونعتبر أن من حقنا أن نتقدم، هناك مجموعة من الأخطاء خاصة بنا ماشي موضوعنا اليوم، ولكن كان هناك تقدم، في حين أن أغلبية الأحزاب الشيوعية تراجعت إلى الوراء. أنا عندي جواب، كيظهر لي بأن السبب الأساسي في أننا حزبنا صمد بل تطور، هو أنه أولا كان حزبا مستقلا عن الحركة الشيوعية العالمية،
وثانيا أنه ابتكر مجهودا فكريا وفلسفيا كبيرا جدا تجلى بالأساس، تذكروا ذلك الذين ينتمون إلى جيلي، وليأخذ العبرة منه الذين ينتمون إلى الجيل القادم. سي برارة كينطاق الجيل ديالي ولا قبل مني شي شوية. إبداع مقولة الثورة الوطنية الديمقراطية الفاتحة لأفق الاشتراكية كان من الخدمات الإيديولوجية العظيمة التي قدمها حزب التقدم والاشتراكية للفكر الاشتراكي العالمي، وهي مناسبة لننحني خشوعا وإجلالا لمبدع هذه المقاربة اللي هو الرفيق علي عطار رحمه الله، مع الرفاق الكبار آنذاك عزيز بلال الله يرحمه، عبد الله العياشي الله يرحمه، عبد السلام برقية الله يرحمه، شمعون الليفي الله يرحمه، وعدد منهم عدد. أنا الثورة الوطنية الديمقراطية الفاتحة لعهد الاشتراكية، يعني بعجالة لن ننطلق مباشرة إلى الثورة الاشتراكية وإلى الاشتراكية، وإنما سنمر عبر محطة خاصة بنا تقتضي منا تحالفات حتى مع قوى لا تؤمن بالاشتراكية، ولكن نتفق معها على أرضية دنيا من أجل تهيئ الأرضية للانتقال إلى الاشتراكية. بخلاصة معناه أننا قمنا بمجهود جدي للتأقلم الإيديولوجي، الشيء الذي جعلنا نستطيع فهم الزلزال الكبير الذي حل بالفكر والمنظومة الاشتراكية في بداية التسعينات، ونتأقلم مع الوضع الجديد. اليوم باختصار شديد، العوامل المؤتتة للمنظومة الفكرية الاشتراكية دخلت عليها مجموعة من المتغيرات، مجموعة من المتغيرات لم تكن حاضرة عندما تأسس الفكر الاشتراكي في القرن التاسع عشر، وتمت ممارسته في بداية القرن العشرين من خلال الثورة الروسية، وفي منتصف القرن العشرين من خلال الثورة الصينية، وفي بعد ذلك في الستينات والسبعينات عبر الثورة الفيتنامية والكوبية إلى غيرها. متغيرات جديدة قوية جدا كنت أفكر فيها عندما أقول ضرورة التحكم في جدلية الثابت والمتغير. الثابت هو مناهضة الاستغلال، لأنه مساس بكرامة الإنسان. الثابت هو التحفظ الكبير تجاه الرأسمالية بكل تجلياتها، وما يعيشه العالم من أزمة اقتصادية عالمية كبيرة قوية جدا في سنة 2013 وبدأت في سنة 2007 ولا 2008، وبرهان على أحقيتنا في أن نتحفظ ونتشكك تجاه جبروت الرأسمال. عوامل جديدة تستلزم بطبعها أجوبة جديدة. أنا أعطي بعض النماذج، ماشي اللائحة كاملة، باش نبين بأن مفروض علينا ونحن نبحث عن تجديد الفكر الاشتراكي أن ندمج ونستحضر قضايا جديدة بناة الفكر الاشتراكي لم تكن حاضرة لديهم. أولا، والترتيب هنا ما عندوش شي قيمة مهمة، هي لائحة. كاين عنصر ديال العولمة، عنصر العولمة كان يتنبأ به ماركس وكان يتنبأ به لينين، ولكن لم يكن حاضرا بالقوة الجاثمة التي هو حاضر بها اليوم وصار عنصرا أساسيا. هناك
فشل تجربة تاريخية ديال الممارسات الاشتراكية، فشل كبير، فشل مدوي التجربة الروسية، حتى وإن كنا نجد بعض ظروف التخفيف، وما زلت أجد لذلك الفشل بعض ظروف التخفيف، وهو أن عندما فشلت أول تجربة اشتراكية في 1990، عمر الاشتراكية كاع كله كان شحال؟ كان 70 عام. في تاريخ الإنسانية شنو هي 70 عام؟ لا شيء. وبالتالي كان من الطبيعي أن ترتكب أخطاء. لمشي جدي لغير مقبول هو أننا لا نستخرج الخلاصات من الأخطاء التي ارتكبت. عشان كنقول تشريح التجربة واستخراج الخلاصات من الأخطاء التي ارتكبت آنذاك. ثم هناك اليوم اعتراف بالدور التنظيمي للدولة، الغول ريغولاتور دو ليتا. هذا معطى جديد لم يكن حاضرا بالقوة التي نعرفها اليوم عند بناة الفكر الاشتراكي. ماشي فقط الغول ريغولاتور دو ليتا، مي الغول دو مارشي. والملاحظة ديال رفيق احمد زكي عندما استحضر التجربة الصينية لها قيمتها الكبيرة. راه ماشي سهل ان حزب شيوعي قدو قداش يدبر الاقتصاد والانتقال والنجاحات في المجتمع الصيني، انطلاقا من فهم جديد ومجدد لمعنى السوق وللأدوار المنوطة بالسوق. ثم صار هناك اليوم اعتراف بالدور الذي تلعبه عدة قوى اجتماعية وطبقات اجتماعية دون الوقوف عند الطبقة العاملة. الطبقة العاملة تظل محتفظة بدورها الريادي كطبقة مؤهلة، أقول مؤهلة فقط، لتقود التغييرات الاجتماعية. ولكن التجربة تؤكد بأنها يمكن أن لا تلعب هذا الدور وأن تلعبه طبقات اجتماعية أخرى. هذا معطى جديد يجب أن نستحضره ونحن في البحث عن تجديد الفكر الاشتراكي. ثم الدور الذي هو منوط بموضوع احترام الحريات وحقوق الإنسان، وهو موضوع تم القفز عليه أثناء التجربة الروسية والسوفياتية. هذه قضايا. ثم الإشكال في التدبير ديال التنمية المستدامة ديفلوبمون ديورابل والبيئة. اليوم الفكر الاشتراكي، الفكر التقدمي، الفكر اليساري الذي يقفز على القضايا ديال البيئة لأن ماركس ما تكلمش عليها، راه ما فهم والو في المقاربة الاشتراكية. ثم اليوم بالنسبة لنا في المغرب، دور طبقات اجتماعية خارج الطبقة العاملة، ودور مقاربات ايديولوجية جديدة. نجد نفسنا في مواجهة معها من حيث التعابير الإيديولوجية، وأخص بالذكر بالدرجة الأولى الحركة الإسلامية. هذه كلها أمور تطرح علينا إشكالات معقدة، لأن حتى الجواب اللي أعطيناه لوجود حركة إسلامية سياسية لها موقع ريادي من حيث التأثير الانتخابي في المغرب، فرض علينا أننا نقدم جوابا جديدا لكن دون تجاوز الخط الأحمر. راه كان خط أحمر أجدد تأكيد عليه، أشار إلي رفيق زكي، وهو أن اللقاء
بين التقدم الاشتراكي والعدالة والتنمية ليس لقاء إيديولوجيا، هو لقاء سياسي. واللي كيخربقوه هما اللي ما كيديروش التمييز بين السياسة والإيديولوجيا. وكيف قال رفيق بكريم، عاد دابا تفكروا بأننا حزب شيوعي. سبحان الله، مزيان، احنا حزب شيوعي، واللي ما عجبوش الحال يطيح راسه مع الحيط، هكذا خلقنا الله. سي سا. وبالتالي نحن في تحالف سياسي على برنامج حد ادنى سياسي. لا هما ولاو شيوعيين ولا اشتراكيين، ولا احنا ولينا اسلاميين. هذه باش تبقى الامور واضحه. وانهي بالقول بان اكبر خطا يمكن ان يرتكب، واذا ارتكب غادي يكون عنده مصوغات ذاتيه مفهومه، هو الخطا ديال بلاي باك. اسوا خطا ديال بلاي باك، يعني كاننا كنديروا شي فيلم كنستحضروه وكندير كنرجعوا السين تاع اللور. فلاش باك. لان عندنا حنين الى عهد الانظمه الاشتراكيه، une approche nostalgique à bannir. Il n'y a pas de place pour l'approche nostalgique. علاش؟ لان الامر يتعلق ماشي ب استخراج محطه تاريخيه والقفز على تطور التاريخ. التاريخ تطور 25 عام مرات على فشل واحد التجربه، مجموعه من الاخطاء معروفه لا يمكن ان نرتكبها من جديد. معنى ذلك بان اجدد الكلام، الامر يتعلق باعاده تجديد الفكر وليس باستحضار فكر محمط. هذه هي المقاربه، استسمح اذا طول شي شويه، ولكن فقط تلاحظوا بانني ما قدمتش اجوبه ولكن طرحت اشكالات، علما ان الموضوع مطروح لنقاش في موائل مستديرة كثيرة إلى آخره. شكرا لكم.